السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير. النهاردة هنعمل كيكة سهلة وسريعة وكلها في الخلاط وبإمكانيات كلها موجودة في البيت، فيلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. نصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ونسمي الله ونشوف الطريقة والمقادير. أول حاجة عملتها قبل أي حاجة، شغلت الفرن بتاعي على درجة حرارة 180. جهزت معايا كمان قالب وسط، حابة أوريكم شكل القالب ده. قالب وسط دهنته سمنه، ما حطيتش فيه لا رشه دقيق ولا حاجه. لما بتضيفي سمنه كده على طول في القالب ما بتلزقش معاكي الكيكه ولا حاجه خالص. الكيكه هتكون النهارده ببيضتين معايا، ده الخلاط، تفتحه بس مقفول. اول حاجه هضيفها هما البيضتين، هضيف عليهم رشه فانيليا. انا هنا حاطه كيسين او ما يعادل نص معلقه صغيره. هضيف كمان معلقة كبيرة خل، وده اللي هيخلي لونها فاتح معاكي. وهضرب كل المكونات دي لحد ما احس ان لون البيض لونه قلب من اصفر لبيش شوية كده، يعني افتح لونه معاكي. بعد كده هضيف كوباية وربع من السكر، السكر حسب الرغبة. السكر اللي انا ضايفاه حبيبات، هسيب لكم برضو كل المقادير في صندوق الوصف. كوبايه وربع. بالنسبه للناس اللي بتسال فين صندوق الوصف، دوسي على عنوان الفيديو هيطلع معاكي او هيفتح معاكي صندوق الوصف، هتلاقي فيه كل المقادير. هبدا اضربه لحد ما احس ان البيض تقل معايا او بقى كريمي شويه. كده انا ضربته حوالي 30 ثانية او اكتر شوية. هضيف عليهم تلتين كوباية زيت، دي الكوباية اللي انا عيرت بيها السكر، هضيف بيها الزيت وهعير بيها برضو الدقيق وبقية المكونات. يعني الكوباية المستخدمة لازم تبقى موحدة في كل المقادير بتاعتك. دول تلتين كوباية او كوباية الا تلت. تقدري تحطي نصها سمنة ونصها زيت، نصها زبدة ونصها زيت، زي ما تحبي المادة الدهنية اللي انت بترتاحي فيها زي ما تحبي. هضربهم بقى كويس جدا. شايفين؟ تحسوا ان الخليط بقى كريمي معايا. بصوا شايفين عامل ازاي؟ هضربه لكم دلوقتي وتشوفوه. كريمي مش سايل. هبدأ أضيف بقى كوباية من الحليب، دي الكوباية برضو اللي أنا عيرت بيها المرة اللي فاتت. كوباية من الحليب، الحليب اللي معايا دافي، أنا مدفياه شوية على النار. كمان البيض لازم يكون بدرجة حرارة المطبخ علشان الكيكة تطلع معاكي ناجحة. هضربهم كويس جدا. هضيف كمان معلقتين من الزبادي. لو عندك حليب قاطع تقدر تضيفي الحليب اللي هو اللي قاطع منك أو الخاسر بدل الحليب السايل وبدل الزبادي، هتضيفي منه كوباية وربع على طول، هيبقى حلو جدا. هضيف انا نضفت اسفة جدا، ضفت معلقتين كبار من الزبادي وهبدأ اضربه تاني. معايا هنا بقى كوبايتين من الدقيق، نص كوباية من النشا، كيس من البيكنج باودر حوالي 16 جرام، رشة من الملح. معايا هنا معاييره كله بالكوبايه اللي انا قلت لكم عليها اللي انا معايره بيها السوائل. كمان لو انت مش حابه تضيفي نشا ممكن تستغني عنه خالص وتضيفي مكانه يا اما كاكاو لو انت حباها تكون بالشوكولاته، يا اما تضيفي مكانه دقيق لو انت حباها بالفانيليا. تمام كده. هبدا بقى اقلبهم. طبعا الحاجات دي منخوله الاول علشان تدخلي جواها اكبر قدر من الهواء. هبدا انزل بيهم تدريجيا مع الضرب برضو في الخلاط. بسم الله نقربه كده. هضيف كده في الاول ربع الكميه.
وهو شغال هبدأ أضيف تدريجي من الفتحة اللي بتبقى في الخلاط من فوق. تمام، أنا شلت الفتحة اهي الصغيرة وهبدأ أضيف منها تدريجيا الدقيق. شايفين شكلها حلو قد ايه، مليانه هوا اهي ما شاء الله، وكلها في الخلاط ما خدتش معايا وقت. هبدأ بقى اصبها هنا في القالب. بسم الله الرحمن الرحيم. نحطها كده حوالي 3 ارباع القالب. عندي قالب تاني برضو هفضي فيه البقيه. القالب ده مقاس 22، لكن لو هتعمليها في صينية واحدة تاخد معاكي لحد صينية 26. ادي القالب التاني هفضي فيها بقية الخليط. بسم الله. هدخلهم فرن سخن على درجة حرارة 180 زي ما قلت، نشغله قبل ما نبدأ نعمل في اي حاجة عشان يسخن كويس معانا. هدخلها في الرف اللي في الوسط، هتاخد معايا حوالي 30 دقيقة بس. نشوفها ان شاء الله بعد ما تخرج من الفرن. ده كده كان شكلها النهائي معايا بعد ما خرجت من الفرن. اخدت معايا حوالي 30 دقيقة بس جوه الفرن. شايفين طالعة حلوة قد ايه، مرتفعة جدا، ويمكن ده باين وهشة. وهنقطعها دلوقتي كمان ونشوف قد ايه لونها ذهبي من جوه. حتى القالب بتاعنا شايفين ما شاء الله اتضاعف حجمه وشكله في منتهى الجمال. هنقطعها بقى ونشوفها. شايفين ما شاء الله هشة جدا، لونها ذهبي من جوه وجميل جدا. اعمليها بقى الايام دي جنب كوبايه حاجه سخنه، تبقى حاجه تتقدم في منتهى الروعه والجمال. شايفين هشه وحلوه قد ايه. شايفين ده كمان لونها، هي كده دافيه معايا. جربوها بقى وما تنسوش تبعتولي صور تطبيقاتكم على صفحتي اللي على الفيسبوك، وما تنسوش لايك وشير للفيديو، اشتراك في قناتي على اليوتيوب. كان معاكم إيمان سعيد، أشوفكم على خير إن شاء الله الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.